لقد قطعنا في الجيش الوطني الشعبي خطوات عملاقة على مسار بناء جيش عصري ومحترف، جيش يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة في زمن أصبحت فيه هذه الأخيرة بكل معانيها وأبعادها ومظاهرها هي الضمانة الأكيدة لتحقيق السيادة الوطنية وفرض وجودها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تجهيز الجيش الوطني الشعبي بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان.